اليوم أنا قررت ألبس وياكم مشوار سريع. جيت وحضرت ثلاث لبسات، الثلاث لبسات نفس اللون، درجات مختلفة ونقشات مختلفة، وكلش عندي هدف بهاي الحلقة أوصل لكل بنت ولكل امرأة تقدرين تلبسين أكثر من لوك، أكثر من حركة، وتضيفين أكثر من إضافة، ممكن بنفس الشال أو نفس الكعب اللي تعتمديه، نفس الشوز تقريبا، ما راح تخسرين شيء، بالعكس راح تضيفين إضافات جديدة كلش حلوة. راح نسولف أنا وياكم اليوم عن لبستي. مثل ما تشوفون أنا اعتمدت ألبس اللون الوردي بقماش مجعد وحركات بيه بالأكمام. اليوم أنا قررت ألبس وياه هذا الشال اللي يكون مايل للجوزي، وأيضا الشوز مالتي مايل للبيجي، والأحزام على الخصر هم مايل للجوزي. أقدر أضيف بروش بسيطة هنا، بس أنا ابتعدت عنه لأنه ما حسيت قماش الفستان بحاجة إلى البروش. ليش؟ لأنه ما شاء الله هو ممتلي. فأكو إضافة جدا مهمة، دائما ننتبه على لبستك. لبستك من تكون أكمامها بيها شغل هنا، نهاية الأكمام ماكو داعي تلبسين سوارات وساعة وتخلين إيدك خبصة، لأنه تخيلي هنا راح تصير سوارات وهنا فد محبسين وهنا فد ساعة أو سوار أو بالعكس حسب أنتم شلون تلبسوهم، شلون راح يطلع المنظر؟ أبد ما حلو وكلش نشاز يطلع، إلا إذا تلبسين أشياء كلش بسيطة. وأني عن نفسي ابتعدت عنها حتى أطلع سمبل أو حلوة، بما معناه أطلع بسيطة أو حلوة. فكل بنية حلوة بلبستها، نقشتها، كل شي تلبسه هي حلوة. انتظروني ألبس لكم شي جديد وأبدأ. جيتكم بلبسة جديدة مثل ما قلت لكم، نفس اللون نفس التفاصيل، نغير تفاصيل كلش بسيطة. ليش؟ لأنه أنا مصرة وهدفي من هاي الحلقة اليوم نوصل لكم الألوان الحلوة مثل ما قلنا اللون الوردي بأكثر من طريقة وأسلوب. اليوم أنا لبست لكم فستان شبه رسمي وأيضا يرهم للمناسبات اللي تكون طبيعية، لا هي رسمية كلش ولا المناسبات اللي تكون حفلة وهاي الأمور، مناسبات الطبيعية، طلعة ويا الأصدقاء، طلعت قرايب، روح البيت الجد، هاي الأمور لازم نعتني بيها. فلبست اليوم مثل ما تشوفون نسقت بنفس الشال نفس الأحزام نفس الشوز أيضا، لكن اهتميت بلبستي. دائما مثل ما تشوفون هسه أوقف وأشوفكم فستاني مين كسر أو كسرات. هذا الموديل كان سابقا كلش قديم من أيام السبعينات والثمانينات، بس إحنا ب2021 كلش تطورنا، لكن اعتماد تطورنا كان على القديم. فاستنادا على كل الموديلات القديمة طورنا بلمسات جديدة وألوان جديدة وأشياء متنوعة بسيطة بتفاصيل حلوة، خلقنا من عندها تصاميم جديدة. مثل ما شفتوا تصميمي أنا كان رسمي والدقمة كلها أنا سادتها. ليش؟ لأنه لازم أنتبه على التفاصيل. أنا محجبة والمحجبة كلش تكون اختياراتها قليلة، بس أنا اليوم برنامج وياكم بحلقاتنا من قناة زاك روس لازم أوصل لكم أن المحجبة اليوم عندها خيارات هواية تقدر تلبسهم، ومن ضمنها أمامكم أكشخ وأتأنق وألبس وبكل أدب واحترام وكل أناقة أيضا. فاليوم أنا ليش دقمت هاي الأخيرة؟ إحنا قبل كنا نقول هاي معقدة اللي تدقم هاي، لا هسا الموضة هيجي. هسا أنا أهم موديلات لبساتي لازم تكون رسمية والياخة مالتي مبينة وأكمامي حلوة، بس أكو تفاصيل. أكو محجبات لازم يكونون لابسين اللي هنا الكم، وأكو محجبات عندهم الموضوع طبيعي. فخلونا نبلش ويا القسم الثاني من المحجبات اللي يعني من ضمنهم وعندنا الموضوع طبيعي، نقدر نرفع الكم كلش بسيط، كلش تفاصيل بسيطة، ونرجع نسده. هسه ما راح أقدر أسده، بس نرجع نسده راح يصير في التغيير كلش بسيط، حتى أقدر ألبس سوارات هنا وأقدر أنسق. بينما إذا أنا ما بالي ألبس أكسسوارز وياه راح أعرفه بهاي التفاصيل وألبس ساعة كلش بسيطة. بس أنا حبيت أشوفكم إذا كنت أنا عندي طبيعي وإذا كنت أنا لازم ألبسه مثل ما هو. بشروني عجبكم. وصلنا وياكم مشاهدين الكرام لآخر لوك راح ألبسه لحلقتنا لهذا اليوم. مثل ما شفتوا اختاريت وتقصدت ألبس لكم قماش شيفون، والفستان يكون من الفوق كلش مناسب للتفاصيل للجسم، ومن تحت يكون مكسر وأيضا بشبه عريض ونفشة مفتوحة.
هذا اللبس تحديدا يناسب جميع انواع الجسم تقريبا، كون انه هو راح يحدد منطقة الصدر والجسم بصورة ممتازة، وايضا ينطي نفشة حلوة للجسم بدون ما يبين البنت اذا كانت نحيفة او كانت بدينة. فاعتقد انه هذا راح يناسبكم بصورة كلش حلوة، والاهم انه هو شيفون صيفي بارد ما راح يضايقك، راح يكون كلش مناسب لاي طلعه تطلعيها، اذا كانت طلعه صباحيه واذا كانت طلعه مسائيه راح يكون مناسب للطلعتين. فاني كلش حبيت هذا اللوك تحديدا، اقدر انسق وياه اكثر من لون مثل ما شفتوا، بالوان كثيره اكثر من 4 الوان موجوده بنفس اللوك. والاحلى والاجمل انه انت اليوم جميله بنفسك وذوقك، وانت تفرضين نفسك على اللبس. بما معناه مو معناها ان انت لبستي هذا الشيء البس فشي مشجر، ممنوع بعد اضافه اي اكسسوار او اي شال او تكرمين حذاء تضيفيه مشجر، لانه هذا الشيء غلط. اني بما انه لبست مشجر وفتشي مليان الوانه، لازم اعتمد شالي يكون ساده وشوزي يكون ساده، وحتى الجنطه لازم تكون ساده، ليش؟ حتى ابرز جماليه المشجر. بينما اذا اني هسه ضفت بروش وهنا أنا فت قلاده وسوار وساعه ومحبس ضخم، وارجع البس شوز لون معاكس، وايضا البس شال مشجر، شنو راح اطلع؟ راح اطلع لوحه، ما راح اطلع بنت كاشخه. فالكشخه والاناقه راح تعتمد على ذوقك، لا تعتمدين على احد. هسه اني دا اقول لك انه انت شنو اللي يناسبك وما يناسبك وهاي الالوان حلوه او لا، لكن بالحقيقه والواقع والاناقه انت انيقه، انت وحدك انيقه بدون اضافات، فقط الذوق الحلو تحتاجي بصوره كلش بسيطه راح تبهرين الناس اللي تشوفك وتبهرين اللبسه كلها. انتظروني بحلقات جديده، لوكات جديده، تصاميم جديده، راح ناخذ جوله بكل بغداد الحلوه، بكل محلاتها، بكل ازقتها، كل مصمميها ومصمماتها العراقيين، ونشوف اللبسات الحلوه. انتظروني، باي باي.